شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إدراج وبدء تداول أسهم ألف للتعليم القابضة ضمن الفئة الأولى، ووفقا للقواعد المعمول بها سيعوم سعر السهم لثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج، بحيث لا يخضع لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها والبالغة 15% كأعلى نسبة و10% كحد أدنى. وسيكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداوله هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام البالغ درهم و35 فلسا، وذلك لغايات احتساب نسبة التغير في السعر. وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 9 مليارات و450 مليون درهم بناء على سعر طرحها النهائي.